لابد منها هذيك وباش ندخلوا تاريخ معناها زوز تيتروات دو فينال شامبيونز ليغ في 6 شهور وان شاء الله بقدره ربي الكوب هذه زاد باش نروحوا بها كالعاده وتبقى الترجي دوله كما نقولوا فيها 90 دقيقه هذيك لازم تلعب بعد التيران ولاد لازم تروح كامل معناها ما نلعب كوره نلعبوا كوره معناها مانيش باش عندنا ثقه في جواراتنا عندنا ثقه في الانترونور نتاعنا جمهور ما شاء الله اخويا بلاد كامله يقلبها قلبان وقدره ربي لاباس ترجي الدوله يعني كما نقولوا فيها نحن غول افريقي فهمتني يعني ترجي شوف حاجه راهي مش كيستيون تلعب بالغوره ولا تلعب تفك في الاتراح بالسيف ولا ترجي ذيك هي اخويا قويه الريزلت صعيبه الوداد البر تكور خير فهمتني وفوز البنزرتي معروف بالتكنيك معروف خويا واللي يربح صحه وبالشفاء فهمتني بالرسمي يعطيك الصحه الصحه اخويا شوف حاجه فير بلاير هو شنو المراركه شنو يهود كيما نقولوا فيها ما عندوش روح رياضيه وما عندوش باجاج نتاع كره في مخه ماذا بي ما يحكيش كره ترجي هاي لهنا والله ان شاء الله ماتش كومبليكي مي ان شاء الله ترجي تربح كيب تونسيه خاطر الوداد مش تلعب في بلادها وشكون ماتش صعيب صعيب تري تري سا فا تري 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 دور سا فا تري كومبليكي دي لي باتر ان شاء الله نربحوا ولا ان شاء الله واحد كيب تونسيه ترجي توانسه وان شاء الله نزو الكاس فوز البنزرتي مش ياخذ درس هنا في تونس باش نعطوه درس اللي عمره ما راه لا الحكم جميع باش يخوفنا ترجي ما يخوف حتى واحد ولد عمي معروف هذه انترناسيونال اسال طاوله المان هم البرة تقول لك لاس بينوس اي اس تي تصور واحد واحد وبعد تعديو بلانتيات ويمكن الوداد تربح يمكن كان الوداد تربح هي ولا الترجي كيف ما قلقش هنا نحب الكلوب معناها ان شاء الله ما يصيروش حتى مشاكل ان شاء الله تعدى بارتي باهي واللي يربح صح عليه اكيد اكيد يلعبوا هوني في تونس دونك يا دلا بريسيون ربي معاكم الاولاد كما نقولوا وان شاء الله مربوحه كالعاده سنسونا بالربح سنسونا ان شاء الله اخويا مربوحه وكلنا خيان لي ماروكان التونسيان جاونا بيه الناس كل مع بعضنا وان شاء الله الكاتريوم شامبيون ان شاء الله Je sais que l'Espérance va gagner parce que l'Espérance est le meilleur club de football de toute la Tunisie et de toute l'Afrique. Vive l'Espérance!